طلع ترانسفر فانكشن لسيمبل بندلم. سيمبل بندلم يعني عندي ماس مركبه على طرف، هي عندي هون هاي بيفوت بوينت، في عندي هون بندلم، هذا ماسلس، راح اعتبر هاي القطعه ماسلس، وباخره مركزه قطعه هون لها ماس ام. راح اجي اركب دي سي موتور هون حتى يعطيني تورك، فالدي سي موتور راح يعطيني تاو از ا فانكشن اوف تايم. ولاحظوا الكونفنشن مهم اللي راح ارسمه، راح انزل خط الان عمودي راح احط هون ثيتا اوف تي، اللي بدي اتحكم فيها الزاويه الاوتبوت هي ثيتا اوف تي، الانبوت هو تاو اوف تي، فراح احط تورك من المحرك، والتورك راح يحرك لي هذا السيستم. ممكن يكون هذا السيستم عماله بيحاول يحرك شيء مثلا رافعه مثلا، او ممكن شيء مثلا رشاش او شيء زي هيك، او شيء عليه ليزر بيم عماله بحاول، والسيستم داينامكس فيه مهم عماله بحاول يحركه، فبيحاول يتحكم بهاي الزاويه. فالاوتبوت هون مش اوميجا، الاوتبوت ثيتا، فبطلب منه بقول له روح على زاويه مثلا مقدارها 13 درجه من الفيرتيكال، بعدين روح على زاويه ثانيه من هون. هذا عباره عن كنترول سيستم. انا عندي الماس في عليها ام جي مضبوط، مش ام جي دائما بهذا الاتجاه، راح احلله بمحصلتين، واحده راح تكون كوساين واحده راح تكون ساين. ام جي كوساين ثيتا ما بتعملش شيء بس عمالها بتشد، فهذا طبعا الرد اللي هون عليه فورس ام جي كوساين ثيتا، بس اللي بتهمني هي ام جي ساين ثيتا. بعدين راح افترض انه هون هاي اللي حطيتها في لها فيسكس فريكشن، يعني شحمه، لو انا حاطط شحمه، الشحمه احسن موديل لها، او الزيت، طبقه رقيقه من الزيت على سطح، لو حاطط طبقه رقيقه جدا من الزيت على سطح وجيت حطيت عليها بلوك ودفشته، الفريكشن اللي بشوفه مش كولوم فريكشن، فيسكس فريكشن. وين بشوف كولوم فريكشن؟ اذا عندي دراي فريكشن، لو جيت على هذا السطح حطيت عليه بلوك ودفشته وناشف التنين، هذا احسن مثال له الكولوم فريكشن. اخذته الكولوم فريكشن بالفيزيكس. عايش بيعتمد الفريكشن العادي اللي درستوه، عايش بيعتمد كان السطحين، العلاقه بين السطحين والفورس النورمال، مش هيك؟ هذا اسمه كولوم فريكشن، ما بيعتمد على السرعه. لكن هون انا عندي فيسكس فريكشن، فراح افترض كمان انه عندي فيسكس فريكشن واليونت تبعتها بي نفس الطريقه، وعندي تورك جاي من من هون، وفي عندي ام جي. خلينا نحط المعادله الان، راح ناخذ حوالين هاي النقطه راح ناخذ تورك، التورك هذا تاو اوف تي، ايش بده ينطرح منه؟ مين بيقاومه؟ لاحظوا انا كيف رسمتهم، رسمتهم خصوصي بطريقه انه هو بيحاول يزيد ثيتا، فهاي ام جي ساين ثيتا بتقاومه، بس ام جي ساين ثيتا هي فورس مش تورك. مضروبة. كيف بحولها؟ بحولها ب، هون في عندي شيء ناقص لازم احطه، طول ال الرود، تمام، طول الرود ال في المتر، فنيوتن مضروب في ايش؟ متر، ايش بعطيني؟ تورك، نيوتن متر، فبعطيني تورك، فصار عندي ام جي ساين ثيتا مضروبه في ال. كمان ايش بيقاومني؟ الفيسكس فريكشن ماينس بي. بي بايش راح تنضرب؟ بي اللي هي ثيتا دوت او اوميجا، فراح نحطها هون ثيتا دوت اوف تي. هاي مجموع كل التوركس حوالين هاي، هذا ايش لازم يساوي؟ اي في الفا. الفا معروفه ما فيش فيها مشكله، الفا اللي هي ثيتا دبل دوت. طب اي قديش قيمتها؟ قلنا هي السكند مومنت اوف ماس، الماس هاي كلها هاي مهمله للماس، وين الماس مركزه؟ على بعد قديش؟ ال، وهي سكند مومنت اوف ماس، فايش بدي اضرب؟ ام في ال. اذا اي هون بتساوي ام في ال سكوير. هل هاي دايمنشنالي كوريكت المعادله؟ ايش وحده اي لازم تكون؟ كيلوغرام متر سكوير. هاي ايش وحدتها؟ كيلوغرام، وهاي متر سكوير. هاي معادله دايمنشنالي كوريكت ام ال سكوير. راح افترض كمان نفس الشيء انه ثيتا اوف زيرو تساوي ثيتا دوت اوف زيرو وتساوي زيرو من هون. نقدر ناخذ الان لابلاس ترانسفورمز ونعيد هذول، هذول راح يروحوا على الجهه الثانيه، راح يصيروا اشارتهم موجبه، فراح يصير عندي تي اوف اس بدها تساوي ثيتا اوف اس، وعندي هون راح يكون ام ال سكويرد اس سكويرد زائد دي اس زائد. هلا هون عندي مشكله كان لازم احلتها قبل ما انتقل للهاي، امحي مره ثانيه، عندي مشكله الساين. هلا بدي اعمل افتراض، بدي افترض اذا الزوايا هاي صغيره جدا، ثيتا تقريبا شو بتساوي؟ بس
إذا كانت تم كنا نبدلها بالزائد. إذا كانت تم ثيتا كنا نبدلها وبصير ساين. At very very small أو ثيتا بشكل عام. هلا الليمت از ثيتا بتصير صغيرة جدا بتساوي ساين ثيتا أو العكس. فلما هدول يبدأ يصغروا كتير بصير ساين ثيتا وتان ثيتا مساويين لثيتا. فمحل ساين ثيتا هون ايش بقدر ابدل؟ ثيتا. هذه العلاقة صحيح طبعا ايش ثيتا لازم تكون وحدتها؟ راديانس. ها؟ ما تيجي تطلع ثيتا بالديجريز وتقول لي ساين ثيتا بيساويها، ما بيساويها. ثيتا بالراديانس. طلع على الجدول واحسبهم، اعمل شوية حسابات راح تلاقي انه الارقام قريبة جدا. ساين ثيتا وثيتا لدرجة ودرجتين وثلاثة بالراديانس، طبعا بدك تحولهم للراديانس. كيف بحول من ديجريز لراديانس؟ على على في باي على 180 او في 2 باي على 360، مش هيك بحول الديجريز ل. اذا هون راح ابدل بهاي الحاله، راح افترض انه هاي ثيتا تكون اقل من 10 درجات بالديجريز او 10 في باي على 180 بالراديانس. هلا بقدر اخذ اللابلاس ترانسفورم، بصير عندي تي اوف اس بيساوي، راح ناخذ هون ثيتا اس برا، وجوا راح يصير عندي ام ال سكوير اس سكوير. هاي راح تصير بوزيتيف وهاي راح تصير بوزيتيف، هاي راح تصير بي اس زائد ام جي ال. فراح يصير عندنا هلا ترانسفير فانكشن هي الاوتبوت على الانبوت، فهي ثيتا اوف اس على تي اوف اس، فبصير عندي جي اوف اس بتساوي ثيتا اوف اس على تي اوف اس. وتساوي عندي هون ام ال سكوير اس سكوير زائد بي اس زائد ام جي ال. هون عندي واحد. ايش هذا السيستم؟ سكند اوردر سيستم. هلا اذا قسمنا على او لو اخذنا لو قسمنا على ام ال سكوير بصير هذا يساوي 1 على ام ال سكوير، تحت عندي اس سكوير بلس بي على ام ال سكوير اس زائد ام جي ال على ام ال سكوير. شو بعطيني؟ بعطيني جي على ال. إذا جي على ال هو مربع الناتشرال اندامبت فريكونسي. فهذا السيستم لو انه فيش فيه دامبنج، هذا البندول الفريكونسي اللي بتردد عليها على ايش بتعتمد؟ بس على جي وال. قيم هاي التربيع، حط هذه هون. ولو عملنا دايمنشنال تشيكينج شو لازم يطلعوا هذول وحداتهم بعد ما اخذ الجذر؟ لازم يطلع راديان بير سكند. ايش وحده جي؟ meters per second square. ايش وحده ال؟ meters. meters per second square على meters بتعطيني 1 على second square، تحت الجذر بتعطيني 1 على second. 1 على second هي نفسها radian على second، لانه radian مش. اذا هذا البندول على ايش بيعتمد؟ بيعتمد على تسارع الجاذبيه، وبيعتمد على طول، وما بيعتمد على ما بيعتمد على الماس هاي اللي موجوده. بس طبعا اذا زادت درجه الحراره وتمددت ال شو بصير؟ تأثر. فلذلك احد المشكله بالساعات البندوليه انه لازم اتخلص من اثر درجه الحراره على طول البندولوم. نعم طبعا طبعا. هلا الفيسكس فريكشن راح تعملنا مشكله صحيح. نعم لكن انا بقول لو كان فيش عندي بي، هاي احد راح تكون التردد تبعها هي جي على ال. بس طبعا الفيسكس فريكشن راح تغير هذا التردد، راح اشوفه هو اوميجا دي مش اوميجا ان. ايش الفرق بين اوميجا دي واوميجا ان؟ اوميجا ان شو سميناها؟ ناتشرال اندام فريكونسي. اوميجا دي اندام اللي هي دام فريكونسي اللي بشوفها. التردد اللي بشوفه هو اوميجا دي، ما بشوف اوميجا ان، الا اذا كانت الفريكشن قديش؟ زيرو. اذا كانت بي زيرو راح تكون اوميجا دي هي نفسها اوميجا ان.